خلينا نروح لحاجة تانية كمان، ولاية تانية في الهند تحديدا، وهي ولاية اسمها كيرلا. الولاية دي صممت أو ابتكرت أكبر عدد من الألماس في خاتم واحد. الخاتم ده فيه أكتر من 24,000 ماسة طبيعية، تمنه بيوصل ل$95,000، وقدرت الشركة دي أنها تدخل بيها موسوعة جينيس من خلال الخاتم ده اللي فيه أكبر عدد من الألماسات في العالم. أنا متحمسة جدا نشوف مع حضراتكم التقرير اللي جاي ده. دايما اكتشافات موسوعة جينيس للأرقام القياسية بتكون فريدة من نوعها واستثنائية في طرحها. يعني مثلا الموسوعة أعلنت من كام يوم إنها اكتشفت إنه في شركة مجوهرات هندية مقرها في ولاية كيرالا صممت وابتكرت أكبر عدد من الماس في خاتم واحد. الخاتم اللي تم تصميمه كان على شكل عيش الغراب وبيحتوي على 24,679 ماسة طبيعية. وزن الخاتم 12 أونصة وتمنه وصل ل$95,000. والشركة اللي نفذت تصميمه أطلقت عليه اسم أمي، ودي كلمة سنسكريتية معناها الخلود. المصممين اللي ابتكروا الشكل ده في الخاتم كانت وجهة نظرهم إن الماس لازم يتم الحصول عليه من المنتجين المعتمدين اللي عندهم نظام شهادات عملية، والشهادات دي بتمنع الماس المتضارب من دخول الأسواق الرئيسية. وخصوصاً إن المسؤولين عن موسوعة جينيس للأرقام القياسية لما حبوا يتأكدوا من عدم تضارب الماس اللي موجود في الخاتم استخدموا مجهر ومايكروسكوب دقيق علشان يعدوا الماس المرصع ويقيموه ويتأكدوا من صحته ومن وزنه ومن نوعه. حتى إن المهندسين اللي اشتغلوا على تصميمه فضلوا أكتر من 3 شهور شغالين عليه، وكان هدفهم حاجة واحدة بس، هو حصد لقب الاستثناء في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، خصوصاً إنه كان في رقم قياسي سابق لنفس الفكرة، وكان برضو عبارة عن خاتم مرصع ب 12,638 ماسة.